يعني على كل الاحوال عايزين بقى نتكلم معاكم على صعيد اخر. كشف الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن التشكيل المثالي لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا اقيمت منافسات ذهاب دور الثمانيه من هذه المسابقه يومي الجمعه والسبت الماضيين، وشهدت تعادل مولوديه الجزائر مع ضيفه الوداد المغربي بنتيجه 1-1، وفاز شباب بلوزداد الجزائري على الترجي التونسي 2-0، والاهلي على سان داونز الجنوب افريقي 2-0، فيما اكتسح كايزر تشيفز الجنوب افريقي ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجه كبيره حبتين الحقيقه 4-0. سيطر كمان لاعبي الانديه العربيه على التشكيل المثالي اللي نشره الحساب الرسمي لكاف، تواجد 8 لاعبين بالانديه العربيه. خليني اقولهم لحضراتكم: محمد الشناوي واليو ديانج ده من الاهلي، مختار بالخيطر ده وامير سعيود وزكريا دراوي من شباب بلوزداد الجزائري، يحيى عطيات ويحيى دبراني من الوداد المغربي، وميلود ربيعي من مولوديه الجزائر، برضو اسماء اعتقد كلها كبيره.